وتحكي لنا أم سماعة بنت أبي رهم، قالت: شهدت آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها، ومحمد غلام يفع إذ أكمل الخامسة من سنين. قالت: عند رأسها في وقت موتها، وهم راجعون من المدينة، قربوا على مكة ولكن عاد باقي مسافة في الأبواء. قالت: رأيت عند رأسها وهي مريضة، فنظرت إلى وجه أمه، قالت: بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام نجا. على أبو عبد الله تقول له: يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، من عندي ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، تبعث بالتخفيف والإسلام، ألا تواليها مع الأقوام، فالله أنهاك عن الأصنام. ثم قالت: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باب. بقي ذكرها بمحمد، وها هو الذكر الباقي يتجدد بعد قرون من تلك الساعة ومن تلك الوفاة، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا. قالت: ثم ماتت. أبعد هذا يتقول متقول على آمنة؟ أو يسيء الظن بآمنة؟ أم من آمنة؟ إن لم تأمن آمنة فلا أمن في المحشر أحد، فلا أمن يوم المبعث أحد.